صباح الخيرات، وصلنا إلى المحطة الأخيرة والمحطة الهامة فيما يتعلق بالتوقعات للحالة الجوية مع الراصد الجوي ليث العلامي من الخليل. يسعد صباحك ليث، جمعة مباركة. يسعد صباحك هبة، وصباح الخير لجميع السادة المتابعين، وجمعة مباركة إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله، أهلا وسهلا فيك. يعني ليث، من بداية آب وإحنا بنحكي قديش آب لطيف جميل وكان رائع مش مثل العادة، وعلى ما يبدو أنه في نهاياته حب يختمه بموجات حارة ويعطينا فعلا أنه ما زال محافظ على هيبته آب اللهاب، وبالتالي ما هي أبرز المستجدات على الحالة الجوية في هذا الخصوص؟ صحيح هبة، يعني زي ما ذكرت وتفضلت انه شهر اب حتى قبل يومين ضمن اكثر شهور بنقارن بالسنوات الصيفيه الاخيره اعتدالا من ناحيه درجات الحراره. عندما نقول اعتدالا لا يعني انه ليس يعني نجد فيه حر، ولكن مقارنه بسنوات ماضيه هو الاقل حراره، خاصة في السنوات العام الماضي والذي قبله والذي سبقه، حيث عشنا عدة موجات حارة خلال شهور الصيف ولا سيما بشهر آب. ويعني يبدو أن هاب يعني برضه زي ما تفضلت راح يترك بصمة له، راح يترك المثل الشعبي المعروف في آب اللهاب قبل لا يغادرنا. فبالتالي يعني احنا بلشنا من يومين نتأثر ببداية موجة حارة عبارة عن كتلة هوائية حارة وارتفاع في درجات الحرارة، راح يزداد تأثيرها بشكل واضح خلال بداية الأسبوع المقبل، خاصة أيام السبت والأحد والاثنين، وتستمر هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع. ولكن ذروتها من ناحية أقصى درجات الحرارة المتوقعة خلالها ستكون ما بين السبت وحتى يوم الاثنين. درجات الحرارة راح تتجاوز معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود 5 إلى 7 درجات مئوية، وربما تصل إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الاعتيادية أو الطبيعية بالنسبة لهاي الفترة من السنة. نعم ليث، فيما يتعلق ما قبل الحديث وتفاصيل أيضا أيام الموج الحارة والسبت والأحد والاثنين، فيما يتعلق ببقية منتصف هذا اليوم، الأجواء يعني معتدلة نوعا ما حتى هذه اللحظة؟ يعني نقدر احنا نوصف اجواء اليوم بانها صيفيه طبيعيه ما بين حاره نسبيا الى حاره. درجات الحراره عموما في غالبيه المناطق الفلسطينيه في بدايه الثلاثينيات، يعني بنحكي ما بين 30 ل 32 درجه مئويه، حتى مع اختلاف التضاريس ما بين الجبليه وسهليه وساحليه، ممكن بس مناطق اريحه والاغوار والبحر الميت توصل لنهايه الثلاثينيات. لكن عموما يعني هي الاجواء طبيعيه بالاتجاه نحو ساعات ما بعد العصر ساعات المساء والليل تكون الاجواء لطيفه، ويعني بنحكي عنها اجواء مقبوله. لكن التغير راح يبلش من بكره بارتفاع ملموس زي ما حكينا على درجات الحراره نتيجه ارتفاع مزيد من الهواء الحار. طبعا هاي الكتله الهوائيه مصدرها صحراء شبه الجزيره العربيه، يعني قادمه من مناطق الخليج مندفعه لبلاد الشام بما فيها فلسطين. طبعا هي للتنويه يعني تاثير الكتله الهوائيه الحاره هاي راح يكون بالقسم الاول او الدرجه الاولى للمناطق او نصيب المناطق الشرقيه من فلسطين او المناطق الداخليه، يعني مناطق الاغوار، المناطق الشفاغوريه، المناطق اللي احنا بنسميها البراري، يعني هي شرق محافظات الخليل، شرق محافظات بيت لحم، شرق القدس، شرق رام الله، هي المنحدرات الشرقيه. طبعا بقيه محافظات الضفه ايضا راح يكون في لها تاثير لهذه الموجه الحاره على شكل برضه وجود درجات حراره مرتفعه تصل الى منتصف الثلاثينيات. لكن كل ما رحنا باتجاه المناطق شبه الساحليه والساحليه كلما قل تاثير ارتفاع درجات الحراره وكلما قل تاثير هذه الكتله الهوائيه الحاره. على سبيل المثال ممكن درجه الحراره خلال يوم الاحد تكون بالخليل، يعني نحكيها كمثال لانه الخليل معروفه بانها المدينه الاكثر ارتفاعا على سطح البحر او فيها مرتفعات كبيره وجبال كثيره، يعني ممكن تكون مثلا بجبال الخليل 37 درجه مئويه وبطول كرم او قلقيليه ما بين 34 ل 35، وبغزه او عسقلان تكون الحراره 32. تخيلي يعني هي المفارقه اللي هي مش بالعاده انها تصير، انه الخليل اعلى من طول كرم اعلى من السواحل. ليش؟ لانه زي ما حكينا قبل شوي هاي الكتله قادمه من الشرق، قادمه من شرق فلسطين، وبالتالي المناطق الشرقيه لفلسطين هي المستقبل الاولى للهواء الحار. وكلما اتجهنا باتجاه الغرب و البحر المتوسط كلما
خف تأثير ارتفاع درجات الحرارة وتقليل درجات الحرارة تقريباً ما بين بداية الثلاثينيات إلى منتصف الثلاثينيات. نعم، ليس فيما يتعلق بدرجات الحرارة ما بين يعني ثلاث أيام فعليا اللي هي ذروتها للموجة الحارة، سبت وأحد واثنين، تتزايد يعني بشكل متتالي أم يعني ترتفع بازدياد ما بين تسلسل هذه يعني الأيام؟ تقريبا يعني ما بين السبت والاثنين هي ذروة الكتلة الهوائية الحارة، يعني درجات الحرارة خلال هذه الأيام الثلاث راح تكون يعني متشابهة أو متقاربة بين بعضها، يعني ممكن الأحد يكون أعلى شوي، يعني يعني بغالبية مؤشرات الخرائط الجوية هو الأحد اللي هو راح يكون غالبا هو الأكثر حرارة، لكن السبت ممكن يكون أقل بدرجة أو درجتين، والاثنين أقل بدرجة أو درجتين، يعني غالبا راح تكون هاي الأيام هي الأكثر حرارة، لكن بشكل يعني أكبر كذروة، يعني ممكن تكون بنسبة يعني قد تصل إلى 90% هي خلال نهار يوم الاحد بدرجه حراره. يعني نعطي مثال قديش ممكن تكون الحراره من الاحد، حكينا قبل شوي يعني بالمناطق الجبليه بالضفه الغربيه مثل الخليل، القدس، رام الله، نابلس، بيت لحم، درجه الحراره راح تكون نهار يوم الاحد ما بين 36 ل 38 درجه مئويه. مناطق اريحه والاغوار والبحر الميت قد تتراوح ما بين 42 الى 45 درجه مئويه. بالمناطق الشبه الساحلية أو السهل الساحلي زي مناطق القرم وقلقيلية راح تكون 33 ل 36 درجة مئوية، وبالتالي بنلاحظ إنه مرتفعات الضفة أعلى من المناطق الساحلية. السواحل الشريط الساحلي الفلسطيني نفسه على البحر، مناطق مثل عسقلان، أسدود، حيفا، يافا، راح تكون الحرارة ما بين 32 درجة مئوية، يعني أقل من باقي محافظات الضفة أو محافظات فلسطين نتيجة لقربها من سطح مسطح البحر المتوسط، وبالتالي يعني ذهاب الهواء الحار بشكل كبير بالاتجاه نحو هذه المناطق. هذه الحرارة المنخفضة بالنسبة لبقية المناطق تتزامن ايضا، لا يعني تنويه انه صح فيش حرارة عالية لكن بوجود نسب رطوبة نوعا ما عالية. طبعا بقية الاسبوع راح يكون في استمرار تأثير الهواء الحار او الكتلة الحارة، ولكن مش بنفس الحدة اللي راح تكون عليها بأول ثلاث أيام، يعني السبت والأحد والاثنين هي زي ما حكينا أعلى حرارة، ربما أعلاها تكون خلال نهار يوم الأحد. ثلاث أربعة خميس جمعة، يعني حتى نهاية الأسبوع المقبل راح تستمر الحرارة مرتفعة وأعلى من معدلاتها، وغالبا راح تكون حول منتصف الثلاثينيات، وبالتالي يعني بنحكي عنها هاي الموجة الحارة هي الأطول منذ بداية الموسم، وهي الأكثر حرارة كذلك منذ بداية الصيف هذا الموسم، يعني احنا بهذا الصيف ما وصلنا لدرجات حرارة التي متوقع أن تصلها خلال الموجة الحارة القادمة. نعم، مع اعتبار أو وصف هذه الموجة بأنها هي الأكثر ارتفاع على درجات الحرارة أو الأكثر حرارة من بداية فصل الصيف، هل هذا يعني أن حتى للتوقعات للشهر القادم كسبتمبر، إحنا بنحكي عن أيلول، سيكون نوعا ما مشابه لهذا الشهر، أم هو يعني بالعادة يكون مختلف نوعا ما حسب طبعا قراءات السنوات الماضية وميزة الشهر القادم؟ طبعا لما نحكي عن شهر أيلول، شهر سبتمبر، من ناحية مناخية ومن ناحية أنه شو محتاج مناخ فلسطين عليه، تقريبا شهر 9 امتداد لفصل الصيف، مع انه يعني بعض يعني تصنيفات الارصاد الجويه بتعتبر انه 1/9 1 ايلول هو بدايه فصل الخريف، لكن هذا يعني هذا التصنيف مش كثير واقعي بالنسبه خاصه لمناخ فلسطين، ممكن دول اوروبيه يكون فعلا بدايه الخريف لهم، لكن احنا يعني كمناخ فلسطيني كارشيف فلسطيني غالبا شهر 9 بظل امتداد لفصل الصيف، بظل معدلات الحارة فيه مرتفعة بشكل متفاوت، حتى أنه سبق أثرنا فيه بموجات حارة، يعني إحنا الموجة الحارة هاي غالباً راح تبلش بالانحسار مع بدايات شهر 9، يعني مع بدايات الأسبوع الجديد، الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم، لكن كإحصائيات يعني شهر 9 سبق وأن تأثرنا فيه بسنوات سابق بموجات حارة. كأرشيف فلسطيني هو امتداد لفصل الصيف، وغالباً يعني إحنا بنبلش نشعر بدخول فصل الخريف مع نهايات شهر أيلول، يعني حتى في مثل شعبي بيحكوا أيلول ذيله مبلول، فهو غالباً حتى حسب التصنيف الفلكي للفصول هو بداية فصل الخريف من الناحية الفلكية بتكون ب 22 أو 23 أيلول سبتمبر، وبعدها يعني إن شاء الله بنبلش فعلياً نخش بفصل الخريف بالاتجاه نحو شهر 10 شهر تشرين أول.
نعم، نشكرك جزيل الشكر رصد الجوي ليث العلامي على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله يعني مع ارتفاع درجات الحرارة والموج الحارة نتمنى السلامة والصحة والعافية لكل مواطنينا بكل المناطق الفلسطينية. نشكرك جزيل الشكر ليث، وجمعة مباركة مرة ثانية. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله.